أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا. عليك أن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله، فإن الله عند حسن ظن عبده به. إياك أن تيأس أو تقنط من روح الله ورحمة الله، بل توكل على الحي القيوم، وتوكل على أرحم الراحمين، واسأل الله أن يمدك بالعون والتوفيق والسداد، وأن يفتح عليك أبواب الفرج. دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فرأى أبا أمامة فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد في وقت ليس بوقت الصلاة؟ ما أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم غلبتني وديون ركبتني. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كلمات طيبات مباركات ودعوات مستجابات بإذن الله جل جلاله، فما من عبد يقولها مؤمنا بها معتقدا لمعناها إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. قال أبو أمامة: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني. اللهم إني أعوذ بك من الهم. الهم الشيء الذي تحمله لما يكون، والحزن يكون لما وقع وحصل، فجمع لك بين الأمرين في همك فيما مضى وفيما هو مستقبل. وأمرك أن تستعيذ بالله: اللهم، أي يا الله، أعوذ بك من الهم، فإن الإنسان ضعيف وتتكالب عليه هموم الدنيا، فما خرج من هم إلا وقع في غيره، ولا نجا من كربة إلا أحاطت به غيرها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن لا يبدد الهموم ولا يزيل الغموم إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أخي في الله، أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك وألهمك الصبر على البلوى، أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك فانكسر قلبك لمولاك، أراد الله بك خيرا إذا جعلت الله نصب عينيك فبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه همومك وغمومك، ولسان حالك يقول: يا ربي، إلى من تكلني؟ إلى ضعيف يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ ولسان حالك يقول: يا الله، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، أبث إليك الشكوى وألتجئ إليك يا من جل وعلا. لسان حالك يقول: اللهم، يا من كشفت الضر عن أيوب وأزلت الهم عن النون، وكشفت الضر عن العباد وأزلت البلاء عنهم، أزل عني همي واكشف عني غمي، ولا تجعلني أشقى عبادك إليك عندك. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي. أكثر من دعائه وتضرع إليه، فإنه والله ثم والله أرحم بك من نفسك بنفسك التي بين جنبيك. وإنك إن بثتها كلمات من قلب مؤمن بالله موقن في الله، فإن الله لا يخيبك. إن العبد إذا دعا واعتصم بالله والتجأ وصدق في دعائه والتجائه تفتحت أبواب السماوات. إذا دعا الله صادقا من قلبه وقد أحاطت به همومه في جسده من سقم في الجسد أو مرض أو ألم، فأعياه الأطباء وكثر عليه وعظم عليه البلاء، أو عظم عليه بلاؤه في البنات والأبناء، وأصبح كلما ضحك أبكاه همه وأبكاه غمه وأحزنه وأقلقه. إن العبد إذا وصل إلى هذا الحال وتوجه إلى الكبير المتعال بصدق ويقين، فإن هذا هو المقصود من البلاء. المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله. مقصود من البلاء أن يبث العبد إلى ربه الشكوى، وأن يلتجأ إلى الله جل وعلا، وأن يتذكر عظمة الله. إذا عظم عليك الدين فتذكر الله جل جلاله الذي هو أعظم من الدين ومن كل شيء. وإذا عظم عليك الهم في أولادك وبناتك وزوجك وأهلك
فتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله حليم وأن الله رحيم. فقل يا رب أنت ترى حالي وتعلم ضعفي وتعلم فقري، يا ربي إليك التجأت، يا ربي إليك اشتكيت، يا ربي إليك بك استعنت وعليك توكلت وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وآمنت بك وأسلمت إليك. إذا قلت هذه الكلمات فتحت لها أبواب السماوات، وإذا صدعت بهذه الدعوات فإنك حري بتفريج الكروبات وتسهيل المهمات. إن الله إذا تأذن بالفرج جاءك من حيث لا تحتسب، وإنه ما من عبد تضيق به الأرض بما رحبت، خاصة إذا خذلك الناس، وخاصة إذا تولى عنك القريب والحبيب، وخاصة إذا كنت تثق في أحد فخذلك، وإذا كنت ترجو أحدا بعد الله فأهانك وأذلك. عندها تعلم أن الله يريدك أن تلتجئ إليه. أسعد الناس في الدنيا من وجه وجهه إلى الله، أسعد الناس في الدنيا من أسلم قلبه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي موقن بأن الفرج من الله. إذا أذلك الناس علمت أنه ليس بيدهم عزة ولا ذلة، وإذا أهانك الناس وأنت تطلب منهم أن يعينوك ويساعدوك فاعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإذا اشتد عليك البلاء وعظم منك عليك العناء من زوجة ومن أهل ومن ولد ومن أخ ومن أخت ومن أصدقاء ومن أقرباء، وإذا عظمت أذية الناس لك وامتهانهم لك، فاعلم أن لك ربا لا يخيبك، وأن لك ربا هو منتهى الشكوى، وأن لك ربا يسمع السر وأخفى، وأن لك ربا يرحمك ويحبك ويحب أن تناديه وتلتجئ إليه وتدعوه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ذكر الله البلاء عن أيوب فقال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ناداه وقد عظمت شكواه وعظم بلاؤه وعظم ضره، فنادى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، قال: أني مسني الضر، الحال والشأن أني مسني الضر ولكن أنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال بعض العلماء: ذكرى للعابدين، أي أن أيوب دعا ربه بيقين، فإن الله يستجيب لكل من أصيب ببلاء فدعاه بيقين. ذكرى، هذه الذكرى تتذكرها في كل بلاء وفي كل خطب وكرب في أهلك ومالك وولدك، تكون في رغد من العيش وأنت آمن في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك، فلا تلبث أن شاء الله بلاءك فنزلت بك المصائب وحلت بك المتاعب فأحاطت بك الديون من كل جانب، وأصبحت بعد رغد العيش في ضيقه وفي صعوبته، فالبنت تشتكي والابن يشتكي وتصبح في هم وغم وكرب، ويأتيك ضلع الدين وهم الدين والمغرم والمأثم، فعندها تضيق بك الأرض بما رحبت، لكن لا يوسعها إلا يقينك بالله جل جلاله، ولا يبدد هذه الهموم ويذهبها إلا يقينك بأن الله أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. يا هذا إن صدقت مع الله صدقك، من هذا الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه. من هذا الذي صدق مع الله فخيبه؟ حاشاه. ما وجدناه إلا حليما رحيما، ما وجدناه إلا كريما عظيما، يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب. وما من عبد يدعو في كر ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنيين. إن كان علم سبحانه أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا، وإذا علم سبحانه أنه سيأخر عنه الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورا. وأنهارا، فقل يا رب بلغني لدار الخلد و
والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذاني.